أنا بصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد عبد الرضا عبد الله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين مساء أمس بفندق الدبلومات. الحفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة والشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وتمنيات سموه للدولة الشقيقة قيادة وشعبا بمزيد من النهضة والازدهار والتقدم. وأكد سموه عمق ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوة وتعاون في ظل ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من أواصر تاريخية قوية وحرص متبادل على تعزيز التعاون الثنائي بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وقال سموه إن العلاقات البحرينية الإماراتية تشكل نموذجا متميزا للعلاقات بين الأشقاء الذين تربطهم أواصر النسب والقربة والمصير المشترك، متمنيا سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مزيدا من الرفعة والنماء في ظل قيادتها الحكيمة. من جهته توجه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بدعم كل ما يعزز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نماء مستمرا بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها بالشكل الذي يلبي تطلعاتهما المشتركة، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة حضارية وتنموية على كافة المستويات.